كلشي بخير، توحشتكم بزاف بزاف بزاف. وشحال هذه ما صورت لكم فيديو بحال هكا ديال هاد المواضيع هادو. واليوم كيف ما شفتوا في العنوان وفي المينياتور ديالنا، اليوم غادي نهضروا على موضوع اللي غادي يكون خاص بالبنات. فمن هنا كنقول لك اخويا الا كنت دري وانا عارفه بلي حتى الدراري كيتفرجوا شي مرات في الفيديو ديالي، فمرحبا بكم في اي فيديو الا هذا. فهاد الفيديو هذا غادي يكون فيديو خاص بالبنات، فيه هضره غي خاصه بالبنات. من الاحسن انك تخرج لان ما غادي تستافد حتى شي حاجه. والبنات مرحبا بكم في هذا الفيديو. كنهضر مع البنات اللي ابتداء من 15 16 17 18 19 20 وهي طالعه حتى لاج ديالي وحتى فوق لاج ديالي، مرحبا بكم. فالفيديو ديال اليوم غادي يكون فيديو اللي خاصنا نسمعوه وخاصنا نستافدوا منه. علاش؟ لان بزاف ديال الناس ما كيعرفوش بزاف ديال الحوايج اللي يديرهم، سورتو البنات اللي كيكون يلاه غادي يبلغوا اولا يلاه باغيين يعرفوا هذا الشيء وبزاف ديال الحوايج. فبقاو معنا، اليوم غادي نهضروا على النظافه الشخصيه اولا غادي نهضروا اونتر بارونتيز على المنطقه الحساسه. ليتس جو. فالغزالات ديالي بزاف ديال البنات اللي عندهم مشكل وعندهم بزاف ديال الاسئله، بزاف 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 ديال الاسئله اللي كتتعلق بهذا الموضوع هذا. وبزاف ديال البنات اللي ما كيعرفوش صراحه اشنو خاصهم يديروا وشنو خاصهم يشريوا وهذه الحاجه كيفاش يقادوها وهذه الحاجه كيفاش يقادوها. فاليوم غادي نشارك معكم هذا الشيء وغادي نبداو باول اول 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 حاجه. وغادي نقول لك البنات اللي غادي نحيد هاد الحاجه هي الاولى. البنات اللي كيقولوا لي صفاء اللون ديال المنطقه الحساسه ديالنا راه مغلوق، ماشي بحال الاشهارات الاخرين اللي كنبقاو نشوفوا الناس كيديروا اشهار، ماشي بحال داكشي اللي حنا كنعرفوه. اونتر بارونتيز كنهضروا على الالوان. فبزاف منكم اللي عندهم السميرار في المنطقه الحساسه ديالهم وما كيعرفوش واش هذا الشيء زعما عادي واش ماشي عادي واش هادي واش هادي. فاول حاجه اللي غادي نقول لك هو بغي راسك كيف ما انت. والمنطقه الحساسه امبوسيبل تكون غوز، امبوسيبل تكون حمراء، امبوسيبل نهائيا. داكشي اللي كتكونوا كتشوفوه كيكون مفبرك اولا كيكون عباره عن اشهار كيديروا الماكياج. يا البنات كيديروا الماكياج في ديك المنطقه باش يوريو البرودوي ديالهم زعما اشنو كيدير وبزاف ديال الحوايج. واش فهمتوا؟ دونك ما تاثرش عليكم داكشي اللي كتشوفوه. زائد بارفو كاين اللي كتكون دايره الليزر ما كتكون ما عمرها ما دارت الغازوار وبزاف ديال الحوايج. حنا غنرجعوا لهاد النقطه. فانا دابا غادي نهضر معكم مع اول حاجه اللي هي اللون اولا الاسمرار ديال المنطقه. فهذه حاجه طبيعيه. ومنين كيجي هذا الاسمرار؟ الاسمرار كيجي من ديك المكان حيت كيكون ديما مغطي. اولا المكان ديما مغطي، ثاني حاجه الاحتكاك، فهذا كيكونوا اكثر الاسباب ديال الاسمرار في ديك المنطقه. وهذه حاجه عاديه. خاصك ما نقولكش انا لا خاصك ديري وصفات، راه ما كاينينش وصفات اللي زعما هتولي غوز هتولي اورانج، نساو هادشي. ما كاينينش وصفات من داك النوع، راه حتى تفلاو البنات عليكم. تقدري ديري ترطيب الجسم ديالك، ترطيب المنطقه، ولكن ماشي ترطيب داخلي، هو كيكون ترطيب خارجي. وغنهضروا حتى على هادشي. دابا نبقاو في اللون، هو اول حاجه اللي كيعانيو منه بزاف ديال البنات وكيتشكاو لي بزاف ديال البنات. صفاء شنو صفاء هادي صفاء هادي؟ انا كنقول لك تقبلي راسك كيف ما انتي، لان هذاك امر طبيعي وما ياثرش عليك. داكشي اللي كتشوفي في السوشيال ميديا اولا في اي بلاصه ما ياثرش عليك، لان داكشي حاجه طبيعيه 100%. داكشي الغوز وداكشي راه كيكون مفبرك وكيكون ماكياج باش يديروا الاشهار لشي حاجه بغاوها. هذا ما كان. ندوزو لثاني حاجه. ثاني حاجه اللي غادي ندوزو ليها دابا اللي هي الغازوار اولا الليزر اولا لاسيغ اولا شنو ما كان. اول حاجه انا كنحترم اي بنت كتمشي للصالون وكترازي راسها عند الكوافوره ولا. انا جو سوي كونتر هاد الفكره. انا الحمام ديال الزنقه ديال العيالات وما بقيتش كنمشي ليه، راه من كنت في التاسع ما كنمشيش للحمام ديال الزنقه العيالات، لان انا عن نفسي وانا اش كنهضر كنهضر لكم انا على راسي ما كنقدرش. كاين ناس واحد اخرين اللي زعما كيقدروا يمشيو عند الكوافوره هي اللي كتكلف لهم داكشي. انا جو سوي كونتر وفي نفس الوقت كنحترم الراي ديالهم، هذا كيبقى راي شخصي. فدابا غادي ندوز لكم للناس اللي بحالي هكا في الدار شنو الطريقه اللي كيستخدموا اولا انا شخصيا اشنو هي الطريقه اللي كنستخدم. فانا كنستخدم هذا ياك، يعني ما كنقول لكمش كنستخدم هاد لامارك، كنقول لكم كنستخدم الغازوار عامه. فبالنسبه للغازوار هذا بقات لي فيه واحد، غادي نوريكم. دونك فوالا ها دونك الغازوار كتكون فيه هنايا، هذه بحال صافون غير كديري الماء صافي كتزولي كيزول في البلاصه
فوالا هادو راهم كيكونوا بروموسيون في لي غراند سيرفاس مارجان اتاكادا كارفور بيم المهم هاد لي غراند سيرفاس كاملين تيكونوا فيهم بحال هادو دي بروموسيون زوينين. انا غادي نعطيكم زعما بكل صراحه بكل صراحه هذه ديال لا مارك جيلات بكل صراحه انا مستخدمه جيلات الغوز عجبتني ولكن هاد فينوس ما عجبتنيش باش نجيكم صريحه انا تعمدت انا نوريها لكم هنا راكم يمكن لي نمشي نشري شي وحده ما مجرباهاش ونجي نقول لكم انا هذه اللي كنستخدم زوينه انا بغيت نشارك معكم هذه شخصيا هذه انا خديتها ما عجبتنيش يعني كنخدم بها هنايا في هذه المنطقه كنخدم بها في المنطقه لتحت رجليا ايتو ما عجبتنيش انا مهم رايي الشخصي ما زويناش فوالا ودغيا كتحفى يعني واخا دايرين لك تما شحال من حبه دايرين 4 زائد 2 فابور جوج كيعطيوهم كفابور ولكن انا شخصيا ما عجبتنيش ما كتغازيش مزيان وفي نفس الوقت يعني كتخدمي بها اليوم الغسله الاخرى كتلقايها حفات ما بقاتش زوينه ولكن عندهم جيلاتات واحده اخرى جيلاتات عندهم دي غازوار واحد اخرين اللي زوينين فنرجعوا لنقطه الغازوار انا شخصيا كنستخدم الغازوار هذه مده منين بديت ومنين بديت نعرف داكشي البنات ومنين بديت نتعلم وانايا كنستخدم الغازوار ما عمرني استخدمت لاصيغ ما عمرني استخدمت هكا داك الكريم اللي كيحيد ما عمرني استخدمت داكشي كنستخدم غير الغازوار غير هو الغازوار خاصكم ديما تكونوا كتعرفوا كيفاش ديروا تصرفوا معاه كيفاش ديري تخدمي دونك الغازوار بحال دابا هانتم بحال دابا هذه هي المنطقه فما كاين بزاف البنات اللي كيديروا بحال هكا هكا وكيحيدوا بطريقه عنيفه وتبقاو بركو ولا بحال هكا وبطريقه عنيفه لا هذيك راه شنو سميتها المنطقه الحساسه دونك هي دوسمون وي دونك غير دوسمون كديري شي صابون ولا شي حاجه وغير بشويه هكا عاوتاني هكا عاوتاني هكا عاوتاني هكا وتتغسلي الغازوار ديالك وتتولي ديري بوغ لا دوزيام فوا حتى كتنقي البلاصه ديالك. بالنسبه للبنات اللي كيديروا لاصيغ وداكشي انا ما عنديش تجربه مع لاصيغ البنات سولوني على الليزر صافا واش نديروا الليزر واش هادي واش هادي الا كانت عندك الامكانيات باش ديري الليزر تقدري ديريه قلبي بحثي على المخاطر ديال الليزر بحثي على السلبيات والايجابيات وقراي مزيان وفكري مزيان قبل ما ديريه واخا هو صراحه راه دابا لا بلوبار ولاو تيديروه لا بلوبار ولاو تيستخدموه بزاف ديال الناس اللي جمعوا زعما فلوس ومشاو داروه ومرتاحين وهادي وهادي ولكن هو بلي سيونس راكم عارفين لي سيونس يعني ابارتيغ واقيلا 2500 درهم 1500 درهم حتى 2000 درهم باش كيديروه نتوما تعرفوا يعني اي وحده غادي تعرف اشنو غادي دير انا عطرت لكم عامه انا كنستخدم الغازوار وصراحه غاده معاه مزيان ما عندي حتى شي مشكل لا في ايدي لا في رجلي لا في حتى شي حاجه واخا كنت كنستخدم من قبل الليزر ولكن راكم عارفين المعكازات حنايا من الناس المعكاز انا عندي الليزر في الدار ولكن ما كنستخدموش لانه داكشي بلا سيونس حصه غير كنعيا انا غير في الدار وكنعيا ولكن الا زعما كانت عندكم لا بوسيبيليتي تقدروا ديروا الليزر وتهناو في مره واخا انا ما كنصحكمش به 100% فوالا هذا ما كان. دابا غادي ندوزو النصيحه الثالثه اللي هي الملابس الداخليه اولا المايو. بالنسبه للملابس الداخليه حرصوا مزيان انها تكون ديال القطن البنات ما تلبسوش النيلو ما تلبسوش شي حاجه ديال هكا التوب حرش القطن حرصوا على انكم تاخذوا القطن وانكم تاخذوا لي مايو بكاليتي شويه مزيانه حيت كي كنقولوا زيد الماء زيد الدقيق واش فهمتوا يعني شحال ما خديتي كاليتي مدرحه شحال ما خديتي يعني حاولي ديك المنطقه بالضبط تاخدي لها اي حاجه تكون ما نقولكش شي حاجه غاليه ولكن في نفس الوقت شي حاجه اللي ما هديش تضرك مع الوقت لان كيف ما قلت لكم الحروشيه والاحتكاك وديك الشيء هو اللي كيكون سبب كبير في اسمرار المنطقه دونك خذوا هكا دي مايو ديال القطن راهم كاينين طارتو في لي مارك ديسپونيبل لي مايو تيكونوا زعما بثمن جد مناسب ما تيكونوش غاليين بزاف وما كيكونوش عاوتاني ب 10 دراهم ولا ب 20 درهم هذا ما كان. ودابا غادي ندوزو النصيحه الرابعه فالنصيحه الرابعه اللي غادي نهضروا عليها اللي هي الافرازات فبزاف البنات تيلقاو مشكل في الافرازات وهذه حاجه عاديه البنات راه الافرازات راه الا ما كنتيش كديري الافرازات راه دونك انت ماشي طبيعيه دونك انت خاصك تمشي للطبيب ولكن الافرازات عندها حدود مثلا الافرازات اللي كتكون في لون ابيض او لون شفاف هذيك افرازات عاديه اللي كتفرزها اي مراه كيف ما بغات تكون هذه المراه هذيك افرازات عاديه
ولكن غادي نهضروا دابا على الافرازات اللي كتكون خضراء. كاينه خضراء ما تستغربوش، خضراء صفراء بزاف اولا مارون مغلوق اولا، فهادو كتكون افرازات غير طبيعيه، وخاصك ضروري 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 تمشي تشوفي الطبيب، لانك يكون عندك مشكل داخل ولا هملتي راسك راه كيوقع العقم، كيوقع التهاب، كيوقع بزاف ديال الحوايج البنات. واذا كانت عندك افرازات مثلا بيضاء وشفافه ولكن الريحه ديالها مجهده ولا ريحتها خايبه، خاصك تشوفي الطبيب، لان تما كيكون عندك التهاب داخلي في المنطقه ديالك، خاصك تزوري فيها الطبيب. من هادشي ديال الافرازات غادي ندوزو للحاجه، فالحاجه الخامسه اللي هي لي بروتيج ديال المايو ديالنا. فانا هادو صراحه ما نقدرش نعيش بلا بهم، وكنديرهم كنبدل جوج مرات في النهار لانها حاجه ضروريه. شوفي واخا تكوني انت ما درتي حتى شي افرازات، واخا تكوني انت ما درتي والو، كاين اللي غيتفق معايا في هذه النقطه، وكاين اللي ما غيتفقش معايا، كاين اللي كيعجبوه وكاين اللي ما كيعجبوش. ولكن تقدري تقولي لي البنت اللي ما كيعجبوهاش لي بروتيج ديال المايو، اذا خاصك تبدلي المايو ديالك كل نهار باش نكونوا واقعيين. المايو ديالك خاصك تبدلي كل نهار، امبوسيبل تقيلي لابسه المايو ديالك اثنين وثلاث ولا الخميس والجمعه وانت مازال ما دايراش هادو، ما كنتوقعش انا زعما كاين اللي كديرها. فها نتوما ها هما، انا كناخذ ديال لامارك كارفري زوينين صراحه، ديال لامارك كارفري كيعجبوني، وهما اللي كناخذ ديما كتكون فيهم بروموسيون جوج ديال لي بواط ب 21 درهم، فزوينين بزاف ورطبين. ها نتوما ها نتوما شفتوا زوينين بزاف ورطبين، وكيبقاو لاصقين في المايو ديالكم، يعني ما تخافوا ما يتزعزعوا ما والو. فانا كيعجبوني هادو. كاين البنات اللي غادي يتفقوا معايا، كاين البنات اللي ما غاديش يتفقوا، ما كيعجبوهمش اولا كيقنطوهم اولا اولا، ولكن انا قلت لكم في لوكا ديال الا كان بحال هكا فخاصك تبقاي تبدلي المايو ديالك كل نهار. فمن الاحسن هاد لي بروتيج هادو، انا قلت لكم راه ما غاليينش، كاينين في بين ب 10 دراهم، كاين شحال ما كان، المهم ديري واحد البروتيج و تبروتيجي بهم. و حتى الا كانت شي افرازات، واخا ماشي مسخه، واخا هادي راه كتكون افرازات حتى هذا امر طبيعي، دونك حتى الا كانت شي افرازات راه كتكون الافرازات هنا ماشي في المايو، كتكون الافرازات هنا، و كتحسي ساعه ساعه بشي حاجه ماشي هذيك، غادي تمشي وغادي تبدليه وصافي، كتنيطوي عاوتاني المنطقه ديالك وكتولي ديري وحده جديده، وهي انت مقيقيه مع راساتك. فدابا غادي ندوزو الحاجه السادسه اللي هي بزاف اللي كيسولوني صفاء شنو هو الغسول اللي نقدروا نستخدموه في المنطقه الحساسه ديالنا، والطريقه اللي نغسلوا بها المنطقه. وانا شحال من مره كنغسل، عرفتوا راه ما كنبغيش نحط لي ميساج، كنخاف لا نمشي نصدق حاطه شي سميه معاها ولا شي حاجه، تنقول صافي خلي الناس بعادين ونجاوبكم انا هنايا. فبالنسبه للغسول اللي تقدروا ديروا، راه كاين غسول وكاين حتى بارفان ديال المنطقه. فدابا غادي نهضر لكم انا على الغسول. اولا بالنسبه للغسول، كاين بزاف اللي ما عندهمش الامكانيات انهم يشريو، ما تشريوش شي حاجه رخيصه، لان شي حاجه رخيصه غادي تضر لكم المنطقه، هذه اول حاجه. ثاني حاجه ما كنقول لكم شريو شي حاجه غاليه عاوتاني، واش فهمتوا؟ غير عرفوا فين تمشيو وما تمشيوش تشريو عند شكون ما كان اولا. ثاني حاجه، ما كانتش عندكم الامكانيات باش تشريو شي جل انتيم ديال المنطقه، تقدروا تستخدموا صابونه ما فيهاش الريحه، يعني صابونه تاكدوا ان ما فيهاش ريحه، بحال دابا الصابونه ديال الحجره، صابونه ديال الكف الى اخره. فدابا هنا غادي ندوز وغادي نهضر معكم في واحد الحاجه. بزاف ديال البنات كيديروا واحد الغلط، اللي هو فاش كيشريو هاد الجل انتيم تتبقى تغسل، ماشي تغسل غير هكا من الفوق، تتدخل هي تتغرق تدخل داخل، ما كرهتش تغسل تقلبها مع داك الشيء، راه لا راه لا، غلط ثم غلط ثم غلط ياك. الطريقه اللي تنغسلو بها، تنغسلو بشكل سطحي، يعني كنغسلو غير من الفوق صافي، اما الداخل راه كيتنطوي راسو، والداخل غير الماء الا قاس تما الماء صافي كافيه، لان تقدري ديري التهاب بسبب لي برودوي اللي كاينين في داك المنتج. هذه حاجه. الداخل الا بغيتي هكا تغسلي الداخل، خاصك تمشي لشي فارماسي، شي بارا فارماسي، فارماسي خدي من عندهم شي بيتادين، ياكي بيتادين كتاخدي طويصه كتكبي بيتادين في الماء تتخلطيه وكتغسلي غير شي شويه، ما نقولكش غرقي اختي، ما نقولكش دخلي غير شي شويه وصافي. هادشي اللي بغيت نوصل لكم، كنحاول نهضر معكم بواحد الطريقه اللي يقدر يوصلكم بها الميساج، وتقدروا ما تبقاوش ديروا دوك الاغلاط اللي كديروا. غادي ندوزو للحاجه السابعه. الحاجه السابعه اللي هي
الترطيب. بالنسبه للترطيب بزاف اللي كينساو ديك المنطقه وانا كنت وحده منهم، كنساو اننا نرطبوا ديك البلاصه. علاش؟ لان ديك البلاصه راه بحال الجسم ديالنا، حتى هي راه كتنشف، هي كتحتاج للترطيب، ولكن ترطيب خارجي ماشي ترطيب داخلي. كيكون ترطيب خارجي كتاخدي الكريم وكتديريه في المنطقه ديالك. شوفي الكريم اللي غيناسبك وشوفي شي كريم اللي ما تكونش فيه الريحه مجهده، يعني ما يكونش فيه الروائح ولا لي برودوي اللي غيضروك بزاف. دونك شوفي شي كريم اللي غادي يكون بحال دابا، تقدري ديري كريم ديال الدراري الصغار ديال جونسون، اولا زيت ديال الدراري الصغار. الزيت كان احسن لك من الكريم. زيت ديال جونسون قرعه صغيره ولا قرعه كبيره، اللي شوفي انت جهدك شنو هو، وغتخليها غير لديك لابارتي. غادي تشكريني على هاد اللقطه هذه اللي قلت لك. دونك دابا غادي ندوزو لحاجه 8. البنات الحاجه اللي غنهضر لكم دابا عليها اللي هي الوقت ديال الدوره الشهريه. نقدر نصور لكم فيديو على الدوره الشهريه كيفاش تعتني بالجسم ديالكم كامل من شعركم حتى رجليكم، الا بغيتو كتبوا لي في الكومونتير. ودابا غادي نهضر لكم على الفوط اللي كنديروا، الفوط الصحيه اللي كنديروا في الوقت ديال الدوره الشهريه. حاولوا انكم تعزلوا الفوط اللي كتناسبكم نتوما، ولكن النصيحه اللي غادي نقدر نقول لكم هو ان كاين بزاف البنات اللي كيديروا واحد الغلط، هو انهم كيخليوا الفوطه بزاف. يعني صافي كتكون مثلا بدات كتقلال لهم الدوره ديالهم، بدات كتقلال صافي كتخلي الفوطه وحده وكتبقى نهار على نهار نهار، وهذا النوع منهم بزاف ومنهم عدد. فهذه اكبر غلط البنات كديروه، لانكم كتسببوا بزاف المشاكل الداخليه اللي نتوما ما عارفينهاش. لان داك الفوط راه والله الا ماشي صحيه، ولكن راه عندنا ما نديرو، الله غالب خاصك ديريها، وفي نفس الوقت خاصك تبقاي تنيطوي راسك. بحال دابا الوقيته اللي غادي باش تبدلي، سخني شويه ديال الماء، و كي كنقولوا حنا استنجي بداك الماء، نيطوي مزيان وعاد ديري الفوطه الثانيه. يعني ما تحيديش الفوطه وديري الاخرى صافي. واش فهمتوني شنو بغيت نقول؟ انا عارفاكم اذكياء وفاهميني شنو بغيت نقول، لان هذا كيكون اكبر سبب ديال الافرازات، اكبر سبب ديال الرائحه الكريهه، اكبر سبب ديال الالم في الرحم، بزاف ديال الحوايج، وكيوقعوا تعفنات وكيوقعوا بزاف ديال المشاكل بسبب هذا الغلط هذا. ودابا غادي ندوزو لحاجه 9. كنت نقول لكم 9. بالنسبه للحاجه 9 اللي هي ضروري ضروري يكون عندكم واحد المعطر ديال المنطقه الحساسه. تقدروا نتوما تعزلوا المعطر اللي بغيتوا، تقدروا كاينين هكا معطرات اللي كيكونوا كوم سبراي، كاين بزاف، ولكن انا شخصيا كيعجبني نستخدم مسك الطهاره. تنحمق على مسك الطهاره، هذه راه ثاني بواطه عندي، ها هي ثاني بواطه عندي، هذه عام وانا كنستخدم فيه. ها نتوما راه هاد القرعه الوسطانيه تهرسات ليا، هاد الوسطانيه هادي طاحت وتهرسات، ولكن هذا هو لو باك لي ديال مسك الطهاره. هذا كنت خديته من عند لاباج ديال عالم العطور، عندهم هاد لو باك غزال. وشنو الفرق ما بين لي باك الاخرين والباك اللي عند عالم العطور؟ هو انهم هما عندهم بزاف ديال لي برودوي فوسط لو باك، وهذا كامل داير 199 درهم. هادي اول حاجه 199 درهم. شوفوا شحال ديال لي برودوي، 1 2 3 4 5 6 7 8، دونك 8 ديال لي برودوي. واللي عندهم مبدل هو هذا، دونك هذا مسك الرمان، هذا مسك الرمان، وهذا مسك الطهاره، وهذا مسك الرمان. واش فهمتوا شنو بغيت نقول لكم؟ وفي هذا لو باك هذا عندهم بزاف ديال الحوايج، راه ماشي بوبليسيتي ولا شي حاجه، غير انا بغيت نشارك معكم وصافي. البنات راه عارفين لاباج ديالهم، الا تفكرت غنخلي لكم في لاباغ دانفو، ولا ما تفكرتش راه ديجا غتكونوا عارفينها في الانستغرام. عالم العطور، دخلوا عندهم الا بغيتوا هاد لو باك سكرينيوه، ولا غير دخلوا عندهم نيشان. فيه بزاف ديال 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 المنتجات هنايا، ولكن انا غنهضر لكم على مسك على مسك الرمان اولا مسك الطهاره اللي بغيتوا. هما بجوجهم بحال بحال، ولكن مسك الرمان شويه فيه ريحه احسن من ديال الطهاره. فهذا كيفاش كيتستخدم؟ هادو بحال هكا وكتحاولي. فكما قلت لكم هذا هو مسك الرمان، راه بحال زعما مسك الطهاره، غير هذا ريحته مجهده شويه على مسك الطهاره. فها نتوما شفتوا كاين البنات اللي كيستخدموه بحال هكا، يعني كيديروا هكا وكيديروا ديريكت في المنطقه، لان كتكون ديجا المنطقه مغسوله، كتكوني يلاه خرجتو من الحمام عرفتوا الريحه كتبقى غزاله. انا كتعجبني ندير بحال هكا وندير في يدي ونابليكي، ما كيعجبنيش ندير من هنا للمنطقه وخا صراحه كتكون نقيه. ياكو لا تنسدو هادشي عافاكم لي يمشي يضيع ليا. دونك كنستخدم هذا. من بعد كنستخدم هاد بلاتي نوريكم، من بعد كنستخدم هاد اللوشن هذا. هذا بحال كريم نيشان كريم، ماشي عاد بحال كريم اللي فيه الريحه غزاله. وكيفاش كندير؟ اسمحوا لي جاني اتصال، دونك تندير بحال هكا، ها انتما كيخرج شويه، ومش كندير ها
وبحال دابا ديال المنطقه كندير هكا صافي. ما كان استامبيش ما كنديرش هكا ما والو، كنديري هكا صافي. دونك هذه الطريقه اللي كندير ريحته غزاله، وفاش كتدخلي شي طواليت كتخلي ريحه غزاله ونقي، كتحسي هكا بالنقاوه، يعني شي حاجه اللي ما غاديش تضرك، وفي نفس الوقت تعلموا انكم ديروا داكشي سطحي ما تدخلوش لدار. اول حاجه العشرة واللي هي الاخيره وكنصيحه اللي غادي نبغي نقول لكم هو انه ما تعتنيوش بزاف بزاف، ما ديروش الافراط في الاعتناء بالمنطقه، لان غادي تلقاو عاوتاني بزاف ديال المشاكل وبزاف ديال المخاطر تما. فما كنقول لكمش بقاو تتوسطوا، وفي نفس الوقت ما كنقول لكمش ديروا الافراط، لان بعض المرات كيكونوا هذوك الافرازات كيكونوا مهمين لديك المنطقه. فداك الشيء علاش يعني ما يكونش الافراط في في الاغتسال والافراط في بزاف ديال الحوايج. فهذا المكان كانت ديال الفيديو ديال اليوم، كنبغي فريمون نشارك معكم بزاف ديال هاد المعلومات اللي كنكون عارفاهم، وحتى انا كنت كندير بزاف ديال الاغلاط وكنبغي انني نصححهم، وفاش كنصححهم كنلقى بلي راه بصح، كنجي كنبغي نشاركهم معكم. فالى عجبكم الفيديو نيزيتو با ملاسي لايك كومونتير وبارطاجيو لا فيديو مع الناس اللي تتعرفوا الى بغيتو بيان سور، والناس جداد مرحبا بكم، ما تنساوش انكم تشتركوا عندي في القناه ديالي، ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. باي.